vous allez bien, les enfants les essayent. هذا المركز غادي يكون ان شاء الله بواحد الطاقه استيعابيه اللي ان شاء الله على المدى المتوسط 25 او 26 آلة. من بعد كاينه قاع اخرى اللي باش نفوتوا ان شاء الله 50 آلة باذن الله تعالى بالتنسيق مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي لا تألو جهدا بالنسبه لهذه الفئه اللي اصبحت فئه مستهدفه في المرحله الثالثه من المبادرة الوطنية. فالناس ديال القصور الكلوي أو مرضى القصور الكلوي أصبحوا مستهدفين، أو المبادرة غتاخذهم بعين الاعتبار على خلاف المرحلة الأولى والثانية. وهذا الحمد لله ربح كبير تيشجع كل الجمعيات إن شاء الله باش يشتغلوا في هذا الميدان اللي أصبح ميدان صعب صعب جدا، والعدد غادي في تزايد كبير. ونخفوا الضغط على وزارة الصحة بالنسبة لهذه الفئات الهشة. بالنسبة للتكلفة الإجمالية، هو كما قلت أن البناء تكلفات به سميتو الرباط أنوار أو ربع أميناجمون، واللي فاق تكلفة البناء تفاقت واحد 900 مليون ديال السنتيم، والتجهيز راه تقريبا واحد 6.5 مليون ديال الدرهم. وكانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2 ملايين ديال الدرهم. ومازال تنطلبوا أن يكون حتى تحفيز أيضا من طرف المبادرة بالنسبة لعمالة الرباط. قبل ما نجي لانفوطاسيون الأمل كانت عندي معاناة، و فهمتي البريفي شوية 600 درهم ماشي 100 درهم. وانا كيفاش دياليز عندي السكر، و ولي لك ليا كلاوي كان تيطلع طانسيون ياش مدة عام دابا باش بديت ندير الدياليز. مدة عام كل درت في شي 3 شهور اللي درت في البريفي، من موراها بديت ندير انا جمعية الامن. 4 شهور هادي وحنا كنديروها هنايا مزيان ونفعونا، ثمن مناسب ماشي غالية ماشي، الحمد لله.